يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. رؤيا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحتب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.